عويل وبكاء وصرخات استغاثة، مشهد تقشعر له الأبدان لمجموعة من العراقيين العالقين وسط بحر إيجا بين تركيا واليونان، قادمين من إقليم كردستان العراق بواسطة زوارق صغيرة بغية الهجرة والسفر والوصول إلى شواطئ اليونان. ولكن يبدو أن عطلاً أصاب المركب الذي كان من المفترض أن ينقلهم إلى وجهتهم التي يريدون الوصول إليها. في المقابل لاقى مقطع الفيديو المتداول الكثير من الانتقادات والدعوات لإنقاذهم فوراً ومعرفة مصيرهم في الوقت الذي تتكرر فيه حوادث موت عشرات العراقيين غرقاً بسبب محاولات الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا عبر بحر إيجا في تركيا. ما زالت مشكلة الهجرة غير النظامية التي تتورط في تسهيلها شبكات متخصصة في العراق متواصلة رغم مساعي الحكومة في الحد منها، ويعتبر الشباب أغلب المتورطين في هذا النوع من الهجرات الغير شرعية. لكن أخيرا سجل وجود عائلات بأكملها هاجرت بطرق سرية إلى مبتغاها، حيث يفقدون حياتهم هناك وينتهي بهم المطاف غارقين أو يتيهون في الغابات بدلا من الوصول إلى بر الأمان أو الوصول إلى وجهتهم تلك. في المقابل هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة، اخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق لعليك. يقول عليك في تعليقه: حيل بيهم، هذا حال اللي يعوف بلده، لأنه بس يوصلون الغير دولة يستشرفون براسنا ويصيرون مثقفين، والعراق هيك وهيك. تعليق من حيدر يقول: بصراحة هالناس جاي تسافر بدون سبب أساسي، عدد كبير منهم بس يجي يبقى شوية ويطلب أن يرجع للعراق. يومياً عدد كبير من العوائل تريد ترجع، متصورين راح يستقبلوهم هنا بالأحضان، والعكس صحيح. لازم الكل تعرف الوضع تغير في أوروبا مع الأسف. فاتن رسول تقول: عافية شلون هيجي مستهين بحياتك وحياة عائلتك على مود اللجوء؟ اقعد واستقر ببيتك حالك حال، العراق مهما كان هو بلد الخير وأهله طيبين، ماكو داعي تهاجرون. أيضا تعليق من ليلى تقول: ليلى قالت أوف يا ربي، والله خطيئة، ربي نجيهم كما نجيت سيدنا يونس من بطن الحوت، ربي يكون بعونهم وإن شاء الله ربي يساعدهم وينجيهم. آية كريم تقول في تعليقها: تحسسني أنه صدق العراق عبارة عن فقر وجوع وحرمان، شو ماكو إنسان ما عنده راتب وأي شيء يقدر يشتغل، وهسه أي مشروع بسيط ينجح بس إذا يبقى قاعد طبيعي يجون. أيضا هناك تعليق آخر هذه المرة من أم علي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل، ليش طلعتوا من البلد؟ لو كل شيء يصير ما أطلع، شيء يصير بينا إحنا بين أهلنا العراقيين أهل الخير والغيرة العراقية.